مع كل موسم جني الزيتون يقوم هؤلاء المواطنون والمزارعون بأخذ محاصيلهم نحو هذه المعاصر التي تعرف طلبا كبيرا على خدماتها التحويلية، فمنهم من يفضل المعاصر الحديثة التي عمد على إدخالها بعض المستثمرين لاستخراج زيت بجودة عالية. نحوشوه هنا نلقطوه ونجيبوه لهنايا المعصرة عند السيد هذا، المعصرة تاعو مليحة ونقصدوه بزاف. مواطن مقسنطينة جيت هنا كل عام يجي يشريو منا الزيتون، زيت تاعو مليح وعنده زيت فيه البنة تاع الزيتون هكا وفيه الاريرغو مليح، والحمد لله راني جيت شريت لي والله فامي خوتي والوالدة والوالد وكذا، نجيو نعصرو نجيبو الزيتون تاعنا من مشتا الحالة الله يبارك مطورة مسقمة كل حاجة على ما يرام. ورغم التطور الهائل في وسائل عصر الزيتون يفضل الكثيرون المعاصر التقليدية والتي لا زالت تحتل جزءا كبيرا على مستوى الولاية. كل عام نجيو نرحيو الزيت منا ونرحيو نديو منا الزيت والمعصرات التقليدية، وانا نفضل المعصرات التقليدية ما بزيت تاع يجي بنين ويجي دوك مختلف على طواحين الكتريك. جيت مسكي كذا جيت للمعصرة التقليدية هذه جبنا الزيت كل عام نجيو نديو من هنا. رانا نستقبلو في المنتوج تاع الفلاحين ونعصرو بطريقة تقليدية ويخرج الزيت جودة عالية، ونتمناو ان شاء الله يكون الانتاج الفلاحين وافر. هذا وتحصي ولاية جيجل أزيد من 170 معصرة ذات قدرات إنتاجية تفوق 5900 لتر يوميا من أجود أنواع زيت الزيتون بالجزائر.